بعض الأطفال بيميلوا لمواد معينة، والبعض الآخر يمكن بيحب مواد تانية، وبنمي هي الرغبة وبنمي هذا الشغف. لكن في شيء كنا عم نقول متعلق بالبيئة المحيطة، وفي شيء فطري ممكن يخلق مع الطفل، وكمان بيتنمى بحسب اهتمام الأهل وبحسب الاجتهاد، وهون يمكن كمان بيدخل الفروقات الفردية مثل ما منقول. صحيحة فرح، ويمكن هلأ عم بنشوف جيل جديد، ولكن للأسف هذا الجيل عم بيعاني من كتير من صعوبات التعلم، واللي إلى أسباب متعددة. بعض هاي الأسباب إلى علاقة طبعا بدخول التكنولوجيا وغياب الرقابة بكتير من الأوقات، بنفس الوقت يمكن عدم اتباع آليات سليمة بالتعلم وغيرها كتير من التفاصيل. اليوم رح نحكي بهذا الموضوع بشكل أوسع، ونتعرف على الطرق اللي ممكن تساعد الأهل وتساعد هذا الجيل على تلافي بعض مشكلات التعلم والدراسة عند الأطفال، مع الدكتور أحمد يوسف، وهو اختصاصي نفسي واختصاص تواصل. صباح الخير دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. صباح. اليوم بنسمع كثير بمصطلح شخص أو طفل عنده بطء بالاستيعاب، هل هذا المصطلح صح؟ وهل هو وراثي أم بيئي؟ بنعرف الاستيعاب أول شيء بشكل عام، أو الفهم الاستيعابي هو قدرة الشخص على أنه هو يلتقط المعلومات اللي عم تتوجه له من المحيط، يحللها، يفهمها، يرمزها، يعطيها معنى ويحتفظ فيها بذاكرته. فبالتالي قدرته على الانتباه والتركيز والتقاط هاي المسيرات الخارجية هي بتحدد إذا كان قادر يكون مستوعبها صح أو فهمانها صح، وقديه قادر يحتفظ فيها لحتى يستخدمها بعدين. مثلا الطفل اللي بيستوعب المعلومة اللي أنت بتعطيه إياها مرة واحدة، وفي طفل آخر بده أكثر من مرة لحتى يستوعب. هاي الفروقات بيناتهم بترجع لكتير عوامل هي اللي بتكون الاستيعاب. من أهم هاي العوامل الانتباه، يعني الطفل اللي ما عنده قدرة أنه ينتبه ويركز بالأشياء وينتقي الشغلات اللي بده ينتبه فيها أو ينتبه بشكل عام، هذا الطفل غير قادر أنه يركز ويستوعب أو يرمز المعلومة. شو معنى يرمزها؟ يعني يعطيها معنى بدماغه، تصير معلومة جديدة يحتفظ فيها. ثاني شيء ذاكرة، قديش هو قادر يحفظ من الأشياء اللي عم يتلقاها من المحيط ويحتفظ فيها حتى يستخدمها بعدين، يعني يعممها بعدين على مواقف مشابهة. ثالث شغلة عندنا الاستنتاج، الطفل اللي عنده معطيات معينة بيستنتج منها خلاصة. رابع شيء الاستدلال، عنده أكثر من معلومة قادر أنه يركبها أو يرتبها بشكل منظم لحتى تودي لطريق آخر. حكينا تحت الهواء عن موضوع مثلا مسألة الرياضيات، هي استدلال رياضي كامل، يعني هي أنا عندي معطيات بدي رتبها بطريقة معينة، شوف العلاقات بيناتها وبعدين أنا استدل على نتيجة معينة. هاي كلها بتكون الاستيعاب عند الشخص أو الفهم، بصير الشخص قادر عن طريق التجربة وعن طريق الممارسة والتدريب قادر أنه يرتب المعطيات والمعلومات اللي عم توصله من المحيط، سواء كانت بصريا يعني عم يقرأ قراءة، أو سماعيا عم يسمعها، او حسيا عم يلمسها، يعني شو بيسموها ياخذها عن طريق اللمس مثل الخشن والناعم الى اخره. كل هدول الشغلات يرمزها ويعطيها معنى معين، هون عم يفهم. اما اذا الطفل غير قادر على انه ينتبه ويركز ويربط المعلومات ويحللها ويعالجها، معناتها هون عنده بطء بالاستيعاب، وهذا البطء قد يكون سبب وراثي. بأي عمر فينا نحن نحكم انه الطفل عنده بطء استيعاب، او هو مثل ما بنقول انه حابب يلعب او يلتهي، وهذا الشيء الطبيعي طبعا اللي بنشوفه عند الاطفال؟ تمام. هلا قبل ما احكي اي عمر، هن الاهل ما بينتبهوا انه طفل ما بيستوعب لحتى يبلش مدرسه او ينعطى بالروضه مهام العلاقه بالتركيز والانتباه والربط والاعداد الى اخره. بس غالبا الطفل من اول ما بيخلق، الطفل هون ببلش تكوين عنده التواصل البصري اللي هو اساس للانتباه والتركيز بعدين. يعني في احدى الاختبارات اللي بنعملها للطفل الرضيع، انه بنحط اصبعتنا قدام عينه لحتى نشوف اذا عم يشوفنا، وهو بده يلحقها ببقبق العين، هي عم يتواصل بصريا. كل نحن ما عززنا هذا التواصل البصري عند الطفل، كل ما علمناه يحدق بالاشياء صح، وكل ما عملنا حركات وخليناه يقلدها صح او ينمزجها صح، هون نحن عم نعزز التواصل البصري اللي بيؤدي للتركيز والانتباه. فالعمر، اي عمر له مطالب نمائيه، بمجرد انا تاكدت انه الطفل قادر يلبي هاي المطالب النمائيه. مثلا اعطيك مثال، بعمر مثلا السنه ونص الطفل لازم اذا عملتي له با با لغويا يبقبق، يعني يعمل مثلك. مثلا اذا رفعتي ايدك مع ايد ثانيه كمان يقلدك حركيا، يآزر حركيا بثلاث سنين، يعني يمسك القلم ويمشي على خط معين، هي تآزر حركي بصري. فكل مرحله عمريه لها متطلبات، هي بتبين لك اذا الطفل قادر يلبي هاي المتطلبات فهو عم يقلد، عم ينمزج، عم يستوعب صح. ما هو قادر يلبيها، فهون بيكون في انا عندي مشكله او بيكون في عندي بطء بدي اشتغل عليها بالاساس. وهون كثير مهم يكون الكشف مبكر والتدخل مبكر لحتى يعطي نتائج
كثير طبيعيه ويلحق اقرانه ما نتاخر طيب عليه. دكتور احمد خلينا نحكي عن فكره اليوم كثير قلنا عم نشوف حالات تاخر بالتعلم عند الاطفال. البعض الاختصاصيين عم يعزوا هذا الموضوع للتكنولوجيا انه من هو لساته عمره اشهر عم بيحطوا قدام التلفزيون وقدام التاب قدام الموبايل فبالتالي عم تخف حركته تفاعله مع المحيط اللي انت قلت انه لازم يبلش يتفاعل مع الام. تمام. فخلينا نحكي عن هي مشكله التركيز وكيف انا فيني اضبطها. تمام. يعني صح انا ممكن اعطيه شوي بس مو كل يوم مو ساعات طويله. مشكله التركيز تحديدا هي مرتبطه ارتباط مباشر وكلي مع الانتباه. فقدره الطفل انه يوجه انتباهه لهدف معين او لنشاط معين ويحافظ هذا التركيز لعده دقائق او ثواني او الوقت اللي هو ويقدر من خلاله ياخذ معلومه هاي اسمه التركيز. والتركيز اصلا بيختلف بالاعمار، مثلا الطفل اللي عمره 6 سنين بيركز حوالي 12 دقيقه 15 دقيقه 18 دقيقه بحد الاقصى، بس الطفل اللي عمره 12 سنه قادر يركز 45 دقيقه 30 ل 45. لهيك الحصه الدراسيه بتكون للاطفال الاكبر عمرا بتكون اطول من الاطفال الاصغر عمرا، لانه الطفل الصغير بمل بعد مده تركيز معينه. بس حتى هاي التركيز هو نحن بننميه عن طريق الوقت وعن طريق المهارات. التركيز لما بيقل امتى بيقل؟ لما انا بستخدم شاشات كثير. ليش بيقل؟ لانه حتى نحن الكبار كنا نتعود اذا بدنا نحفظ رقم هاتف، انا من 10 سنين كنت حافظ 30 40 رقم هاتف، هلا ما في هلا رقم يا دوب ورقم حدا ثاني. فالفكره ليش؟ لانه صرنا نستسهل انه في شيء عم يحفظ عنا، حتى العمليات الحسابيه كنا نحسبها بطريقه اسرع وقت اللي ما كان في موبايل من هلا. الفكره الاساسيه الميران والتكرار والتدريب هو اللي بيخلي الانسان يحافظ على المهاره اللي عم يتعلمها. فما بالك طفل هو بطور التعلم عم يشكل مفاهيم جديده، عم يشكل او عم يطور اساليب تعلم جديده، هو موجود كل الوقت على الموبايل بس عم يتلقى ما عم يتفاعل. فمو بس هالموضوع رح ياثر على تركيزه البصري وعلى انتباهه وعلى قدرته بالمدرسه على التعلم عن طريق اللوح والسبوره. وانتم بتعرفوا انه نحن اساليب التعلم عندنا السماسات كلها تفاعليه، لساتها هي لوح وايت بورد وقلم وتعلم يعني تقليدي. فالطفل اللي متعود كل الوقت انه ياخذ المتعه عن طريق الشاشات، المسلسلات الحركيه البصريه، الالوان، الموسيقى الى اخره، ما بتجذبه هي الشاشه، بتجذبه هي السبوره. فهون الاهل بيصيروا ينتبهوا انه ليش ابني ما عم يركز بالصف؟ ما بالاصل الطفل تركيزه بالاصل ضعيف بالبيت، لهيك ما عم يركز بالصف بطريقه جيده. فنحن شو ما فينا نخفف وقت الشاشات على حساب انه نحن نتفاعل مع طفلنا، نحن كامهات واباء نحكي معه، نسرد له قصص، نجاوب على اسئلته. في مرحله معينه من مراحل النمو عند الطفل بيكون اسئله الطفل كثيره وجوديه عمر الخمس سنين ست سنين، وبتكون على مسائل حساسه وعلى مسائل كثيره، فانا لازم بهي المرحله استغلها لانه الطفل عم يسال لانه مهتم، فانا لازم ادخل له معلومات كثيره بطريقه انه تجذب انتباهه كثير وبنفس الوقت تعطيه مخزون، لانه هذا المخزون بعدين رح يستخدمه بطريقه صحيحه، وبعدين هذا المخزون رح يركز فيه اكثر ورح ننمي له انتباهه اكثر، لانه هو بالاصل متقاطع مع اهتماماته. فبخفف شاشات، بخفف موبايل، بزيد تفاعل، بزيد تواصل، انا هون عم ابني ذكائه لابني، يعني انا عم ابني مهاراته اللي بده يستخدمها بذكاء بعدين. فهذا شيء كثير مهم لنمو اطفالنا الحالي، خاصه بهذا العصر اللي كثير في التكنولوجيا اخذ فيه موقف سلبي جدا. بس بنلاحظ دكتور كمان بالصف الواحد في اطفال متفوقين ومتميزين، وممكن ببعض الاوقات يكون اهتمام الاهل فيهم وسط او اقل من الوسط، بالوقت نشوف اطفال مثلا بجد واجتهاد لكن يمكن النتائج اللي بيحصلوا عليها بتكون اقل. هون هل يدخل العامل الوراثي بهذا السبب والبيئه المحيطه وكيف؟ تمام. انت عم تحكي هون على الفروق الفرديه بتكون بين الطلاب، يعني انا بحكي مثلا طلاب صف ثامن كلهم نفس الفئه العمريه، طب ليش الطفل ذكي كثير ما انه متعوب عليه والطفل عم يتعب على اهله ما عم يلاقوا نتيجه؟ هون عم نحكي نحن عن العوامل الذكاء الوراثيه. طبعا نحن بنعرف انه الوراثه بتلعب دور كثير كبير بكثير من المهارات اللي عند الاشخاص او القدرات اللي عند الاشخاص، بس هي ما بتوازي ابدا المجهود اللي بيصير اثناء عمليه التربيه والرعايه. يعني في دراسات كثير بتقول لك انه الطفل بيورث 30% من ذكائه من اهله، وال70% الباقي هو المجتمع او البيئه او المحيط او المدرسه او طرق التفاعل معه هي اللي بتنميه، وهي الدراسه صارت على توائم متشابهين. فالفكره الاساسيه في اطفال بيولدوا عندهم الذكاء السائل، يعني الذكاء المنتقل عن طريق الوراثه كثير كبير، فبتجي البيئه المحليه بتساعدهم اكثر، بس بالاصل بيكونوا عنده انتقال للذكاء عن طريق الجينات او عن طريق الوراثه. هذا الموضوع بيساعده كثير، بيكون عنده استيعاب سريع نبيه بنسميه نحن، قادر يلقط المعلومه
على الطاير. بالمقابل في طفل كتير بيكون قدراته عادية بس اجتهاده كتير كبير. هلا هذا الطفل إذا انشغل عليه صح وإذا كان عنده اهتمام كتير كبير هو ممكن يغلب الطفل اللي عنده ذكاء سائل بس ما عم يشتغل على حاله. هون نحن بنركز على موضوع المثابرة والاجتهاد، وبنعرف كلياتنا أنه بيقولوا أنه التميز أو التفوق هو تلته ذكاء وتلتينه اجتهاد ومثابرة. لهيك نحن الفروق الفردية بين الأشخاص سواء بمهاراتهم أو بقدراتهم أو بسلوكياتهم هي فروق طبيعية. هاي الاختلاف الطبيعي أو التنوع الطبيعي بالفطرة البشرية، يعني مو كل الأشخاص اللي بيخلقوا بنفس اليوم عندهم نفس السمات أو بنفس السنة عندهم نفس القدرات. بس ولكن أكيد مورسات العوامل الوراثية بتلعب دور، بس الدور الأكبر حسب الإجمالي الأكثر لكل الدراسات التجريبية اللي صارت هي للعوامل البيئية والاجتماعية، بشرط ما يكون في إعاقات أو في صعوبات عقلية بتمنع الطفل أنه يكتسب وأنه يطور مهاراته العقلية. أكيد. طب دكتور أحمد، خلينا نحكي اليوم، في كتير أهل حالياً بهذا الوقت عم نشوف عم يهتموا بالاعتناء بأطفالهم، عم ينزلوا ألعاب مثل ما بنعرف سوسودوكو وغيرها من الألعاب اللي هي بتنمي المهارات والتواصل عند الطفل. من إمتى أنا بقدر بلش معه هذا الشيء؟ من إمتى بقدر هيك دربه شوي على بعض المهارات والعمليات، الربط بين الألوان والأشكال اللي هي بتعتبر صعبة صح. على الطفل يعني؟ هاي بنسميها نحن الأنشطة التعليمية. يعني أنا ما فيني أجي لعند طفل مثلا عمره 3 سنين وأعطيه متاهة معقدة. دائما بكل مرحلة عمرية أنا في شيء بلائم طفل بهاي المرحلة أو الشاب أو المراهق إلى آخره. فأنا إذا بدي أختار مثلا لعبة معينة أنا بدي أختار ضمن اهتماماته لهذا العمر. بس أنا بقول دائما تحت عمر 6 سنين شو ما بنقدر تكون ألعاب حسية لمسية تفاعلية بتكون ممتازة، لأنه بتلبي غرضا أساسيا. الغرض الأول أنه بتخلي الطفل مستمتع باللعب واللي هو حق من حقوقه وشرط لنموه، وتاني شيء بتعلمه كتير. الطفل بتعلم عن طريق التفاعل مع الآخرين وعن طريق اللعب، بتعلم الأدوار الاجتماعية، بتعلم التواصل الصح، بتعلم الآداب، بتعلم دوري ودورك إلى آخره. اما اذا بدي احكي على عمر مثلا 7 سنين 8 سنين وطلوع، انا بشوف انا هون بتصير مثلا العاب العلاقه العاب العقل، الالعاب اللي علاقه بالمسائل الحسابيه بالحزازير بالمعلومات بالعصف الذهني الى اخره، هاي كلها بتنمي المعلومات. وبشرط كل انا ما خلي ابني يلعب بلعبه ما بتصير اهتمامه. يعني انا مثلا ابني ما بيحب يكتب كثير او ما بيحب يلون كثير، ما بخلي العابه بس بالرسم، دور على شيء بيصير اهتمامه بنفس الوقت بخليه يلعب ويستمتع ويشغل ذهنه. مثلا في مرحله معينه انا بالبكالوريا وطلوع او حتى بالعاشر وبعدين، انا فيني احكي عن لعبه مثلا الشطرنج، هي لعبه كثير ذهنيه وكثير بتعتمد على مبدا القدرات العقليه اللي كثير دقيقه، التعميم، الاستدلال، الاستنتاج الى اخره، الاستقراء الى اخره. فهي اللعبه مثلا هي كثير مفيده لطفل او لشاب عمره 16 سنه، بس اكيد ما بتعني طفل عمره 7 سنين او 5 سنين اللي هو، وممكن تكون بهاي العمر اذا كان ضمن اهتمامات الطفل وانشغل عليه. فلهيك كثير مهم انا اذا بدي اختار اي نشاط تعليمي لابني هذا النشاط بيكون ضمن اهتماماته وانا اقدمه بطريقه تفاعليه. يعني انا ماني من النوع اللي انا مثلا بزت لابني الالعاب والعاب، انا على الاقل بدي اعلمه لطفلي كيف يلعب، كيف يتفاعل، كيف يسمي الاشياء، ويكون بيلبق لدوره الاجتماعي اذا كان ذكر او انثى ولقدراته العقليه. يعني انا ما اعطيه شيء كثير معقد لانه بالاصل رح يشعر بالاحباط اذا ما قدر يتجاوزه. فالنشاط التعليمي او الالعاب التعليميه العقليه الى شروط معينه الاهل لازم يكونوا هم واعيين فيها قبل ما يقدموها لطفلهم. كمان نسمع كثير عن أطفال معهم فرط نشاط وهذا الشيء بينتج عنه ضعف تركيز. هون كيفية التعامل من الناحية يمكن الغذائية، من الناحية التعليمية؟ ممكن طفل فرط النشاط كمان دكتور نحن ما نقدر نقعده ساعة كاملة وراء بعضها لحتى يدرس وهذا بيسمى الاجتهاد، فنحن ما نقدر نعمل هذا الشيء. كيفية التعامل مع هذا النوع من الأطفال؟ الاي دي اتش دي اللي هو نقص الانتباه مع فرط الحركة هو اضطراب الأصول عصبية. فكتير مهم أول شيء إذا كان هو بمرحلة متقدمة يكون في عنا علاج طبي عن طبيب عصبية أطفال لحتى نقدر نسيطر عليه عصبيا للطفل. أما إذا عم نحكي عن طفل بس عنده شوية نشاط زائد وشوية تشتت انتباه وهذا الموضوع بيكون ضمن تقييم متخصص، كتير مهم ننتبه على أنه أحد أهدافنا الأساسية والأولى للشغل معه بس أنه يقعد على الكرسي. يعني ما أنه يشتغل أبدا، تخيلوا بس يقعد على الكرسي ويطلع بالسبورة، هاي بيكون هدف من شغله لعدة جلسات
او ممكن عده اسابيع. فهذا الطفل تحديدا نوعيه اكله لازم تكون مدروسه. انا ما فيني اعطيه مثلا شوكولاته الصبح لانه الشوكولاته الصبح رح تخليه نشيط زياده على اللزوم. ما فيني اعطيه منبهات بالليل قبل ما ينام لانه انا بدي اساعده ينام لحتى يرتاح، هاي الطاقه اللي عنده يطلع الصبح انا اوجهها بطريقه صحيحه. فموضوع الاكل، موضوع النوم، موضوع المثيرات اللي حوله، مثلا بالجلسات اللي احنا بنشتغل فيها مع الاطفال اللي عندهم اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه، مهم جدا الغرفه اللي يكونوا موجودين فيها ما يكون فيها كثير الوان وصور ومشتتات، لانه بالاصل الطفل عنده ضعف انتباه، فانا المشتتات الموجوده بتساعد على انه يتعزز يتعزز النقص عنده اكثر. كمان ما فيني انا احطه بجو ضوضاء، الضوضاء هي الطفل بصير ينمزج او يقلد تجذب انتباهه. موضوع حتى طريقه التعلم، انا ما فيني اعلمه مثل الطفل الطبيعي اللي عنده ما عنده اي مشكله. بس عم نشوفهم هن موجودين بصف واحد وعم يكون في شكاوي متكرره من الاستاذ او الانسد بدون ما يكون في انتباه انه هذا الطفل عنده طاقه زايده، عنده حركه زايده، كيف ممكن احنا نتعامل معه بصف واحد في حال وجود اربع اطفال من هيك النوع؟ الخطة الأمثل لهذا الطفل يكون في عنده خطة تربوية فردية، يعني هذا الطفل ما فيه يتعلم بطرق التعلم اللي بتعلمها الطفل التقليدي أو الطبيعية اللي هي عن طريق السبورة واللوح وعن طريق الإيد وإلى آخره، بده يكون في غرفة المصادر يستخدموها لحتى يشوفوا شو الأدوات لازمة. أول شيء لحتى أنا بدي أول شيء أعزز له تواصله البصري عن طريق نشاطات معينة بيشتغل المتخصص بالتربيه الخاصه اكثر شيء، اللي هي الادوات البسيطه كيف يفوتها ببعضهم، كيف يلاحق بعينه الامور لحتى يقدر يعزز يطول مده التركيز البصري. حركته لازم تكون موجهه بطريقه معينه، يكون في تمارين استرخاء، يكون في تدخل حسي حركي. فانا لهيك عم بقول انه مو الحل الامثل اني انا احط هذا الطفل ضمن اقرانه الطبيعيين اللي ما عندهم اي مشكله وانا اقول له لا لازم يتعلم، لا، هذا الطفل بده خطه تربويه فرديه خاصه فيه. هاي الخطه بتضمن تدخل اكثر من اختصاص، منه اختصاص التربيه الخاصه، اختصاصي الحسي حركي اكثر شيء، لحتى يقدر الطفل يعرف حدوده المكانيه، يعرف كيف يتحرك، يرمز احساساته الى اخره. فلهيك هذا الطفل غير التدخل الطبي اذا كان هو بالاصل عنده مشكله عصبيه، كمان بده يكون في عنده تدخل مدروس ضمن خطه فرديه بتلاقمه هو كفرد. يعني ما في خطة لكل الأطفال اللي عندهم نفس الاضطراب. صحيح. يعني اليوم معلومات مهمة ومثل العادة دكتور أحمد بتعطينا تفصيلات، إن شاء الله الكل يكون استفاد منها. بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا لك كل المعلومات القيمة. يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور، بقيت نهار حلو لك.